السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس برمجة تطبيقات الاي او اس والاندرويد باستخدام الأداة الرائعة فلاتر. والنهاردة هنكمل كلامنا عن فلاتر عن طريق المشروع الجميل اللي احنا بنعمله، اللي هو الليستة بتاعة الطلاب. والنهارده هنتكلم عن السكرين نافيجيتور او التنقل بين شاشات المشروع، فخليكم معانا. الناس اللي متابعيني، دي اخر سكرين احنا كتبناها لستيودنت ديتيل، وبدأنا شغل عليها هي والسكرين ليست. ماشي. احنا النهاردة هنتعلم ازاي ننتقل من شاشة لشاشة داخل المشروع بتاعنا. زي الشاشة اللي انتوا شايفينها دلوقتي، الصورة اللي ظاهرة على الشاشة دلوقتي، في حاجة في الاندرويد عاوزكم تفهموها كويس قوي عشان تقدروا تفهموا الكونسبت او فكرة التنقل بين شاشات اي مشروع. فلازم نفهم الكونسبت دوت عشان خاطر نفهم ايه هي الفكرة للتنقل بين شاشات اي مشروع نقدر نعمله بمنتهى السهولة وبدون اي مشاكل. اولا، في ويدجت اسمه نافيجيتور. الويدجت دوت او كنترول دوت هو المسؤول عن التنقل بين شاشات اي مشروع بتعمله بالفلاتر. هو بالظبط كده بيبقى عنده حاجه اسمها ستاك اوف راوت. الستاك اوف راوت دوت اللي هو ايه، زي ما تقول كده، بيقسم الشاشات بتاعه اي مشروع لمجموعه راوتس. ماشي. وبيدخلها في ستاك. ستاك دوت عبارة عن زي ما تقول كده ايه، زي ما تقول كده صندوق بتحط فيه الحاجة فوق بعضيها. فانت لما مثلا لما تحط حاجة في الاول وبعد كده حاجة تانية وبعد كده حاجة تالتة، بتيجي تشيل، ما ينفعش تشيل اللي تحت الاول، بتشيل الاخر حاجة انت دخلتها عشان تقدر توصل للحاجة اللي بعديها، وبعد كده تشيل الحاجة اللي بعديها عشان توصل لاول حاجة انت دخلتها. ودي فكرة عمل الستاك، وبنسمي العملية دي فيرست ان لاست اوت. يعني ايه؟ يعني انت اول حاجة بتدخلها هي اخر حاجة انت بتخرجها. ماشي. وده نظام التعامل مع الستاكس. فزي الصورة اللي احنا شايفينها كده، انت عندك ستاك اوف راوت، ماشي، اللي هو مانجد باي النافيجيتور طبعا. ماشي. عبارة عن ستاك كده اهوت، كده طبعا هو فاضي تماما، انت لسه ما شغلتش اي مشروع. ماشي. فرضنا ان انت شغلت المشروع، فالشاشة الاولانية اللي انت شايفها ديت، وبيبدأ انت مثلا لما تفتح اول شاشة على طول بتتخزن في اول خانة من خانات الستاك دوت اللي هو المانجد باي نافيجيتور. ماشي. لما بتفتح بتنتقل من الشاشة ديت لشاشة تانية، بيروح على طول هو يفتح لك الشاشة التانية ديت ويحطها فوقيها في الستاك. والشاشة التالتة، لو فرحت من الشاشة التانية للشاشة التالتة، برضو بياخدها ويحطها فوقيهم في الستاك. فانت عشان ترجع لورا لازم تدوس باك، فيبدأ الستاك ده ياخد امر بوب، يبدأ يسحب الشاشة الأولانية دي ويحذفها، الشاشة اللي فوق آخر واحدة دخلت. ماشي. فهيرجع للشاشة اللي قبلها على طول، يدوس باك تاني، هيرجع للشاشة اللي قبلها لحد ما يوصل للشاشة المين بتاعة المشروع، وهنا باك الستاك هاي ترمينيت، ويبدأ ايه، يقفل لك البروجكت اللي انت شغال فيه او التطبيق اللي انت شغال فيه دوت. عاوزك تركز معايا جدا ان الستاك لو انت بتحط فيه قيمة، ماشي، بنقول عليها بوش. يبقى انت كده لو عاوز تحط في ستاك قيمة، بتقول عليها بوش ان ستاك. عاوز تسحب من الستاك ده قيمة، بتبقى بوب فروم ستاك. ماشي. فانت كل ما تحط شاشة بتنضاف في الستاك دوت، وكل ما تحذف شاشة بتتحسب من الستاك دوت. تعالوا نرجع للكود بتاعنا.
ونبدأ نشتغل كده هوت. أول حاجة هنروح على المين، بدل ما نخليه بياخد من الستودنت ديتيل، لا هناخد نرجع تاني للستودنت ليست اهو، الستودنت ليست ماشي، عشان نخليه أول ما يدوس بلس باتون يروح على الستودنت ديتيل على طول. ادي الستودنت ليست، وادي الفلوتنج باتون، الفلوتنج اكشن باتون اللي هو بلس ماشي، ونبدأ نتعامل معاه. شيل ده بقى خلاص كده. هنستخدم ويدجت جديد اسمه نافيجيتور ماشي. هنا النافيجيتور دوت هنستخدم طبعا، احنا قلنا ان هو ستاك، فهنستخدم بوش كونتكست والراوت بتاعنا. الراوت بتاعنا هنا في الحالة ديت بنجيبه ازاي؟ عن طريق ويدجت اسمه ماتيريال ماتيريال راوت، سوري ماتيريال بيج راوت. ايوه، وجواه بياخد بيلدر، والبيلدر دوت مثلا هيبقى هو الكونتكست، الكونتكست الحالي ماشي. ده البارامتر الميثود ماشي. وهنا ديت هت ريتيرن تمام كده، تمام نقفل كده. كده تمام قفلنا الكود بتاعنا كده. انت اول ما هتدوس على البوش باتون بتاعنا دوت هيروح على ايه؟ على النافيجيتور ليست على طول. تعالوا نجرب الكود كده. زي ما انتم شايفين اهو، مجرد ما هدوس على البلاس، انا رجعت للستودنت ليست تاني، عملتها مرة تانية في غلطة. ايوه هنا الستودنت مش ليست، الستودنت ديتيل. صح، نسيت حاجة مهمة جدا، ان انا مش عامل لها امبورت، لازم نعمل امبورت كده عشان الستودنت ديتيل ماشي. ونرن كده ونشوف النتيجة ايه. اول ما يدوس هنا راح للستودنت ديتيل بتاعنا عادي جدا 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 ماشي. تعالوا بقى نكمل شغل هنا. طبعا ده الكود دوت اللي هو نافيجيتور دوت بوش ماشي، المفروض ان انا اكتبه هنا برضو في الاون تاب لما يختار واحد من الاستيودنتس. طب انا يعني كتابة كود مرتين مش حاجة ظريفة، خلينا نكتب الكود مرة واحدة. هنا هنقول هنا void، هنا navigate to student ماشي، ونفتح قوس ونقفله ونعمل ميثود عادية خالص، وناخد الكود ده فيها. فين الكود اهو بتاعنا اهو، كنترول اكس، ونحطه هنا اوكي، ونبدأ نكول الفانكشن دي بس هنا امبريست ماشي، او هنا في الاون تاب تمام. فلو رنينا كده تاني ستودنت، شوف اهو بيروح على الـ على الايديت ستودنت. طب انا عاوز اغير التايتل ده بحيث اعرف انا هنا في ايديت ولا نيو ولا في ايه. تعالوا كده نضيف كونستراكتور، ونبدأ نضيف عن طريقه الداتا. هنيجي هنا كده الستودنت ديتيل اهو، كلاس اهو، تعالوا نضيف كونستراكتور اهو، هناخد نفس الاسم بالظبط كده، ونعمل كونستراكتور فيه مثلا، هنقول ان هو مثلا ايه سكرين تايتل مثلا، هنقول هنا this dot screen title، وهنا نحط السكرين تايتل نوعه string بس كده. ادي استخدمناه هنا، ده كده كونستراكتور عادي. ونروح على الستودنتس هنا برضو نعمل نفس الليلة دي كده، ممكن ناخده هنا كابي على طول، ناخد الستودنتس دوت نحطه في كونستراكتور تاني اهوت، برضه هنا زي سكيلز
ايتم اهي هنا على طول، وهنا السكرين تايتل ديت ناخدها هنا كده، يعني هو بيوصل عن طريق الكونستراكتور دوت فيتخزن هنا، وبعد كده نبعته كبارامتر من هنا ماشي. وهنا بقى فين التايتل؟ اهو التايتل edit student، لا نخليها ايه screen title اهوت تمام. نيجي بقى هنا للليست، هتلاقيه هو هنا معترض طبعا على ديت اهوت navigate to student، هنخليه هنا مثلا هنا string العيب في غلطة هنا. طيب تمام كده، نبعته هنا كبارامتر طبعا، هيعترض هنا فوق، هنقول مثلا هنا edit int، وهنا add new geo تمام كده اهوت، والرن نبص على خلاص هو ستارتد اهو، اد نيو ستيودنت. طبعا لما يبدا يطلع الستيودنتس هنا اللي هنجيبهم من الداتا بيز، هنبدا ايه نختار هيطلع ايه اد ستيودنتس اوكي، او اديت ستيودنتس تمام. تعالوا بقى نعمل حاجه جديده. طبعا انا كده بتحكم زي ما انتم شايفين في البوش، اول ما بعمل كده طبعا هو بيبوش جوه الستاك، الصوره اللي وريتها لكم في البدايه خالص ماشي، بيبوش السكرين دي جوه الستاك، ولما برجع من هنا علامه الريتيرن من هنا او علامه الريتيرن من هنا بيعمل بوب من الستاك، بيسحبها من الستاك. تعالوا بقى نشوف ازاي ممكن نتحكم في موضوع البوش والبوب ديت ماشي. فاحنا كنا بنتكلم عن نافيجيتور، فتعالوا الاول ايه نتحكم فيه. تعالوا لك تاني، تعالوا نتحكم في الزرار دوت، نغير الداتا اللي جواه. تعالوا الزرار دوت موجود في الاب بار في الستودنت ديتيل، تعالوا نخش على الستودنت ديتيل اهوت، وادي فين الكود بتاع الاب بار اهوت، هنلاقيه هنا اهو الاب بار اهوت. تعالى نشوف الليدنج ايكون ديت او الليدنج باتون دوت، ونعمل فيه التعديلات بتاعتنا ليدنج ماشي. طبعا هيبقى هنا ايكون باتون، وهي ويدجت عادي جدا. الايكون بتاعنا طبعا هو فيه ارو باك، هو موجود بس احنا طبعا طالما لعبنا فيه، طول ما احنا مش لاعبين فيه بيبقى موجود، لكن طالما لعبنا فيه يبقى لازم نحطه كله، فهنكتبه من اول اللي هو الايكونز دوت ارو باك. وتعالى هنا تمام، ونبدا بقى هنا ايه اون بريست، ونبدا نتحكم في الاون بريست بتاعنا بكتب ايه بقى في الاون بريست دوت. ايوه نفس النافيجيتور دوت بوب والكونتكست بتاعك عشان ترجع ايه لللاست سكرين كده، انت بتدي له امر ان هو يسحب واحده. تعالوا تعالى الرن الاول نشوفه شغال تمام ولا لا. طبعا زي ما قلت لكم طالما لعبنا فيه يبقى لازم نحط الكود بتاعه كله ماشي، اهو ستودنت اهو هناك ماشي. يبقى كده احنا اتحكمنا في الكود اللي مكتوب فيه الزرار دوت، الزرار دوت اهو الزرار دوت. طب انا مش متحكم لسه في الكود اللي تحت الزرار ده اللي هو الباك الطبيعي ده، ده له قصة تانية. تعالوا الاول ناخد الكود ده كده الاكس، انا جوه الكلاس ستودنت دوت ماشي، وعامل هنا void go back ماشي، وحط الكود ده فيه كده
ليه؟ عشان لما اعوز استخدم الكود ده مرتين ماشي اعرف استخدمه. هذا الكود باك دي جو باك دي كوبي وارجع بيها في الاون بريست ماشي. تعال بقى اقول لك ايه الفكره من انك تستخدم بقى الزراير اللي هي بتاعه الاندرويد اللي بره ديت كلها بتاعه الباك ماشي. في ويدجت كبير طبعا هندخل السكافولد ده جواه اسمه ويل بوب سكوب. الويل بوب سكوب ده بيتحكم في السكوب بتاع البوب بتاع انت لو عاوز تعمل بوب الصوره دي تسحبها من الستاك او السكرين دي تسحبها من الستاك بتستخدم لازم تكون مدخل اساسا عشان تتحكم فيه الويدجتس بتاعتك كلها جوه الويل بوب سكوب ماشي. وطبعا هنا نفتح هنا قوس عادي هنا خالص سكوب ندخله كل دول جوه السكوب بتاعه هنا ماشي. طبعا ده هيبقى التشايلد سكافولد هنا سوري اعذروني ايوه كده تمام. يبقى كده دخلت البروجكت بتاعي كله او الصفحه كلها جوه الويدجت اسمه ايه ويل بوب سكوب. طبعا ويل بوب سكوب طبعا احنا عاملينه ليه؟ عشان نكاتش الايفنت بتاع اون ويل بوب يعني اول ما تبقى عاوز تعمل البوب اهو اون ويل بوب ماشي تمام اهو اون ويل بوب. ونحط فيه ايه الفانكشنز بتاعتنا اللي هي بتاعت جو باك اهو وبكده نقدر نرجع باك منها اهو ورن بص اهو احنا كده اتحكمنا كمان في زرار الرايح اللي هو بتاع الاندرويد ذات نفسه اللي راجع دوت كمان ماشي. ممكن عشان نتاكد مثلا ممكن هنا لهنا ديباج برنت ويل بوب سكوب اهو باتو تمام. تعالوا كده الرن اهوت اهو ويل بوب سكوب باتو كده. يبقى احنا اتحكمنا تماما في كل حاجه في الشاشات ازاي ننقل من شاشه لشاشه وازاي نرجع من شاشه لشاشه. فهمنا النافيجيتور بتاعنا والستاج بتاع النافيجيتور اللي بنستخدمه في تخزين الشاشات وازاي نحطها وايه فكره اساسا الستاك اللي هو الفيرست ان لاست اوت. اول حاجه بتدخل هي اخر حاجه بتخرج ماشي. واتمنى الناس تكون فاهمه اللي احنا بنقوله ده دلوقتي وماشيه معايا خطوه بخطوه. يا ريت اللي عنده اي استفسار يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو ويا ريت الناس تتفاعل معانا يعني تسيب ارائها تعمل لايك للفيديو عشان خاطر يعني اعرف مين الناس المتفاعله معايا ومتواصله معايا. ولما يكون عنده سؤال بيكون عنده اولويه الرد دايما. الناس اللي عايزه الكود بتاع الحلقه ديت هيلاقي الكود في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو وكمان هيلاقي في لينكات تانية لكورسات تانية وحاجات تانية كتير مهمة يا ريت تبص بصة عليها. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج أحمد محمدي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.